مراد طلب نزين البيت وما حبيت اكسر له بخاطره. والله الولد معه حق، تعطي منظر. دير بالك كريم، انتبه. دير بالك اخي كريم. يلا خفوا ايدكم شوي، خلونا نخلص ونفاجئهم قبل ما يوصلوا على البيت. قربنا نخلص، باي شوي. اتركيهم ميسر يشتغلوا على راحتهم، ليكن قربوا يخلصوا. ست ميسر، شو رايك مشان اللي قالوا سرور؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. فاطمه ومريم اجوا. شو عم تساووا عندكم؟ عم تشايفه كيف صار بيتنا حلو بعد ما زينا؟ زينا البيت من جوا وهلا عم نزين جنينه. يعطيكم العافيه. شكرا شكرا. خلصتوا شغلكم كله بالله؟ ايه خلصنا كل شيء. فاطمه سجلت للبكالوريا السنه، ومرقنا اشترينا الكتب بطريقنا كمان، ومن هلا لازم نساعدها لتبلش دراسه على المظبوط. فاطمه رح تقدم بكالوريا حره. برافو عليكي، رح تدرس وتاخذ شهاده. موفقه ان شاء الله. الشهاده ضمان للمستقبل، برافو عليكي. اسمعوا شو عم تقول جارتنا، قال الشغيله تبع المعلم سرور تركوه قبل راس السنه، حملوا حالهم وراحوا. مو معقول. ايه شو بدك تحكي، شو طماعين، قال بدهم زيادة راتب لهيك تركوا راحوا. من شان كم ليرة اشتغلوا بغير مطعم وتركوا للزلمة. شلون بده يدبر راسه؟ خطي راس السنة قرب، الله يعينه. شو رأيكم نحن نروح ونساعده؟ نستلم المطبخ والشباب برا، منها منساعد الزلمة ومنها منسهر مع بعض، أكيد رح ننبسط هونيك، شو قلتوا؟ ما بعرف. نحن كل سنة بنحتفل براس السنة عنده بالمطعم. والله بتنبسطوا، منساوي الأكلات بالمطبخ وبالليل بنحتفل ليلة وبتمضى، منكون ساعدنا للسرور وتسلينا كمان، والله اللمة حلوة. خلونا نروح، شو منعمل بالبيت يعني؟ منتسلى هنيك، منغير جو المطعم عنده. ما بعرف شو بدي أقول، أنا ما عندي مشكلة منساعده، بس لازم الكل يوافقوا بالأول، ولا أنا غلطانة؟ خلص ست مريم، إذا أنت موافقة أكيد الكل رح يوافقوا. منجي منجي، خبري للزلمة. أكيد سرور رح ينبسط، كتر خيركم. أنا هلأ بمرق لعنده وبخبره لا يستعد، المسكين كان صافن ومحتار كتير. إيه إلا ونساعده، شبنا الناس لبعضها. كتر خيركم ابني، إذا خلصت خلينا نروح. كريم بدك شي مني؟ لا خلصنا، يسلموا. بكرة بمرق لعندكم منتفق على كل شي. رح نستناكي. اتفقنا لك، بخاطركم اسمحوا لنا. يلا منشوفكم بكرة. قليلو يسلموا على القليلة، مو شايفة شو عم بيساوي؟ بعدي عن طريقي، ماني ناقصتك هلأ. وأنا تعبت من حمل الكياس. خلصنا. شفتي شو حلوة الزينة عمته؟ ايه حبيبي. فرجيني كتبك، عليهم رسومات؟ لا ما في عليهم خط. هلا حسيت حالي عايشة باسطنبول، لأول مرة بحتفل براس السنة برا. حبيبي اصحك تشقوا للكتاب، دير بالك وانت عم تتفرج على الصفحات، قلبهم شوي شوي. وليش قلبي خلقتي؟ مين مزعلك اليوم؟ لا تكوني ندنتي بعد ما شفتي الكتب. البكالوريا بدها هز كتاب، شايفتك ممقوته بعد ما جبتيهم. تعبنا كتير، لازم تجيبوا الشهاده الاعداديه، طول النهار ونحن عم نبعث فاكسات وايميلات على مدرستها لحسننا طالعناها. لنشوف شو رح يطلع معها. لا تحكيها هيك، لا تكسري بخاطرها. رح اغسل ايدي. روح ابني. اتصلوا بكريم مشان الشغل. بالله؟ ايه اتصلوا، قال مضغوطين مشان راس السنه، بكره بداوم عندهم. حلو، موفق ان شاء الله ابني. ايه خليه يشتغل احسن من القعده، لازم يشوف له شي شغله يسترزق ويصرف على مرته. ترك الكتب من ايدك وقومي. شو بدنا ناكل؟ ما طبخت، بدك طعمي نورا؟ قومي بنتي، أنا رح أغير أواعيي وبيجي بساعدك، راجع لعندك. شو هاد؟ مو معقول. الله يعينا لأختي. أنت شو قصتك كل ما بقلك على شغلة بتروحي وما بتعودي ترجعي؟ الله يعيني عليكي. لا تواخذينا. ليكي نقعي لي فاصوليا بالمي مشان بكرة الصبح ما تعذبنا وتستوي معنا بسرعة. بدي اخلص قبل ما تحتلوا المطبخ. شو عم تساووا؟ رايحة نام، تصبحي على خير. تلاقي الخير.